صغيرة الحجم، تسير إلكترونياً عن بعد وتنفذ عمليات بالغة الدقة. حوامات مسيرة اسمها كواد كابتر كثف الجيش الإسرائيلي من استخدامها في غزة خلال الفترة الماضية. هذه المسيرات حلقت ولا تزال فوق مستشفى الشفاء بالتزامن مع تقدم الجيش الإسرائيلي برياً نحوه في مدينة غزة، وسط تأكيدات من شهود عيان أنها مرسلة للاغتيال. جماعة إذا إحنا شفنا الكواد كابتر بنعرف إنه في مصيبة بتصير. مين شو بقول لكم؟ مصيبة بتصير، يا بكون في استهداف، يا في قصف، يا إما في قنص لبعض الأشخاص لأنها بتطخ مخصصة للاغتيالات. هذه الحوامات الصغيرة تتمتع بخصائص ومميزات تكتيكية مختلفة، فهي ذات مهام متعددة في الجانب الاستخباري كالرصد والمتابعة وتعقب الأهداف الثابتة والمتحركة، ومزودة بكاميرات ذات جودة عالية، كما يمكنها القيام بمهام عسكرية إضافية كإطلاق النار وحمل قنابل، فضلاً عن احتوائها على أدوات تنصت دقيقة جداً.